اهلا وسهلا بكم متابعين الاعزاء، مرحبا بكم في قناتي المحفوظ محمد، قناة المشاريع بامتياز. مشروع اليوم المتواجد بمدينة سلا، موقف للسيارات او مرآب تحت الارض بمدينة سلا، وبالضبط باب الخميس اللي غادي يستوعب 300 سيارة. وهذا المرآب اللي غادي يحل مشكل كبير ديال السيارات في هذا المكان. هذا مرآب متكون من جوج ديال الطوابق اللي المساحة ديالهم 17,000 متر مربع، جا بجانب باب الخميس اللي كان سابقا الاسم ديالو باب فاس وفرجة ممتعة. ونخليكم اخوتي اخواني الاعزاء مع هذه المشاريع الرائعة بعد نزول امطار الخير كيف ما كتلاحظوا معايا. صراحة واحد المنظر هنا اللي جد رائع، وخاصة في هذا المكان يكون مرآب والفوقة تكون واحد الجردة، تكون جميلة وجميلة بزاف. سعدني انكم تشاركوا في القناة وتبارطاجيو هذا الفيديو للناس اللي عززنا لكم، باش ان شاء الله القناة تزيد تقدم القناة ويكونوا ان شاء الله مشاريع جديدة في القناة. لاحظوا على الاجواء الشتاء والمطر في مدينه سلا، تبارك الله، يعني صراحه واحد الامطار الخير اللي كتساقط حاليا. شوفوا معي المنظر كي داير، لاحظوا معي أجواء خلاب رغم تساقط أمطار. الله يزيدنا إن شاء الله بالخير. لاحظوا معايا أجواء هنايا، هذه هي الساعة المائية القديمة اللي كانت في العمل ديالها منذ سنوات، والآن تم التوقيف ديالها، يعني جات منصوب في واحد المكان اللي جد رائع. لاحظوا معايا تهطل الامطار، الله يرحمنا يا ربي. Thank you.
تصورنا لقيت شدتني الشع وحلت هنايا، ولكن تبارك الله ان شاء الله يرحمنا شي وزوينه، الله يعطينا لقت الخير ان شاء الله يا رب العالمين. لاحظوا معي الاجواء انا كي دايره، ودابا نكمل لكم الجوله ديالنا. كيف ما كتلاحظوا السياج يعني داير بهذا المشروع الرائع اللي غيدير هنايا باركين، في ضروري ندوز نصور. لاحظوا معايا هذا المنظر الرائع في هذا المكان هنا، صراحه شي حاجه رائعه، ملاعب القرب. لاحظوا معايا هاد الملاعب القرب هادو اللي تم الافتتاح ديالهم، الساعة المائية والمشروع باركينغ امام ديالنا. لاحظوا معايا هنايا الاجواء كي دايره في هاد المكان، اجواء ممطرة. هذيك هي القنطرة ديال مدينة الرباط اللي كتطلع الرئيسية اللي كتطلع اللي كتربط ما بين مدينة الرباط ومدينة سلا. هذيك هي قنطرة الحسن الثاني. لاحظوا معي الأجواء هنا، كيف ما كتلاحظوا معايا المشروع. صراحة واحد المنطقة خضراء رائعة في هذا المكان هذا، خاصة ملي صفات الشتاء عطات الرونق ديال الخضورية ديالها. صراحة هذا البارك في هذا المكان غيجي حدا واحد المنطقة خضراء كيف ما كتلاحظوا معايا، وانفاس مع الشارع المؤدي لمدينة الرباط كما كتلاحظوا معايا هنايا. لاحظوا معايا الأجواء كي دايرة، أجواء ممطرة صراحة، واحد الأجواء اللي زوينة. واحد هو يخرج يخرج بالشجاع والله صراحة شي حاجة زوينة، أقسم بالله العلي العظيم. لاحظوا معايا هذا ممر ديال التراموي، مازال مستمر في الجولة ديالنا. لاحظوا تراموي ال2 المتوجه ل لاحظوا معايا تراموي متوجه للمولاي عبد الله، السويسي ديال المولاي عبد الله. لاحظوا معايا من اعلى